مع السلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. قبل ما نبدأ الفيديو كيف العادة نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتي لليوم اقتصادية على الأخر، اليوم مش نعملوا مع بعضنا جو من غير غلة بثلاث مكونات فقط. ياسر بنين، ما نحكي لكمش على البنة، شوفوا هكايا قديش خاثر قديش هكايا كريمي. بالنسبة لزور القناة أول مرة نقولها مرحبا بك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسيوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتير، ونجموا هكايا الجو هذيا هكا نستغلوها تويك رمضان، إن شاء الله ربي بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. نجموا هكايا نعملوها في السهرية، نودوا بها هكايا ضيفانا، نودوا به عائلاتنا. ما نطولش عليكم، خليكم تكتشفوا الطريقة والمكونات متاع الجو. دونك هذوما هكا المكونات نتاعنا، مش نستحقوا العلبه من مستحضر الفلان هذيا بنكهه الفراوله، تنجموا تعوضوها بنكهه الكراميل ولا نكهه الشوكولا، اي جو انتم تحبوها تنجموا تعملوها. مش نطيبوا العلبه هذيا عليها نصف لتر من الحليب، 500 ملي لتر حليب، ومش نضيفوا عليها ملعقتين او ثلاثه سكر انتم وحسب الذوق. انا مش نضيف ملعقتين، مش نكتفي بملعقتين من اكل السكر. وفوالا هذوما هكا المكونات الاولى نتاع الوصفه نتاعنا، مش نطيبوهم على النار، مش ناخذوا المستحضر هذيا هكا، نجمو راهو ضعفوا في الكميه انتوما والعدد نتاع الافراد نتاع العائله نتاعكم. بالنسبه للكميه هذه راهي يطيح لنا لتر من العصير. فوالا كيما هكا، باش نضيف زوز ملاعق اكل سكر، فوالا، وال 500 ملي لتر من الحليب. حليب بارد راهو عادي، فوالا نحركهم هكايا ومش نخليوهم يجيبوا على النار. ولا خليتها مع الغاز نحركو، راهو نردو بينا باش هذاك الفلون ما يشدناش في قاع الكسرونه نتاعنا. نقعدو نحركو فيه كيما هكايا مده 3 ولا 4 دقائق حتى لين يولي هكايا يغلي. تنوريكم بعديك كيفاش هكايا نطفيو عليه. بالنسبه للمستحضر الفلون ماهوش كل الكريم باتيسير هذايا، يقعد ديما القوام نتاعو جاري. نقعدوا هكايا نحركوا حتى لين هكا يبدا يغلي، وانا نوريكم بالضبط كيفاش. فوالا كيما تلاحظوا، شوفوا هكايا بدا يغلي، كيما تلاحظوا هكايا اهو، شوفوا هكايا بدا يغلي. سي بون هكايا مش نطفي عليه، راني ما قمتش يدي من التحريك، قاعد ديما نحرك يوصل للمرحله هذه هكايا، واحنا نطفيوا عليه ونصبوها في كسرونه اخرى. فوالا باش ناخذوا هكايا صحيفه ونصبوا فيها الخليط نتاعنا هذايا هكا الفلون. شفتوها بارده من بعد كرههم بعد يجرى كيما قلت لكم القوام نتاعو، بعد يولي متماسك وشادد روحو. فوالا تويكا مش نغطيه بالبابي سيلوفان، ومش نخليوها، اذا كان عندكم زيد وقت خليوها هكايا فوق الرخامه على البلان دو ترافاي وخليوها يبرد على راحته معناتها. سينو كان كنتو مزروبين تنجمو تخليوها يبرد هكايا من با شويه، ومن بعد تدخلو للثلاجه ويبرد يتماسك، لازمو يتماسك بالباهي بالباهي، ومن بعد تشوفوها كيفاش يولي القوام نتاعو. بالنسبه للبنات راهو فما العلبه هذه هكا الصغرونه، وفما العلبه الكبيره. العلبه الكبيره هكا نستغناو على السكر ما نزيدوهش. بالنسبه للعلبه هذه هكا الصغرونه احنا نضيفوا لها السكر كما تلقاو راهو يتباع في لي غران سيرفاس موجود. العلبه هكا الصغرونه والا العلبه الكبيره، وبمذاقات كما قلت لكم مختلفه. فوالا نعملوها هكا حتى اون كونتاكت باش من بعديكا ما يعملناش هذيك القشره كيما هكا، ونخليه يبرد. انا عندي بزيد وقت مش نخليه يبرد على هكايا على الرخامه، ومن بعديكا نكملوا ليزيتات اللي من بعدها. فوالا كيما تلاحظوا تويكا الفلون نتاعي برد هذايا هكا الشكل نتاعو، برد بالباهي. وبالنسبه لبقيه المكونات عندي كايبتين ياغورت بقو الفريز، هذايا هكا الياغورت اللي يبدا فيه
حبيبات متاع الغله يكون من المستحسن يكون النوعيه هذه. وعندي هكا نصيف كاس ماء كمان با شويه، وعندي قطرات مش نستحق طيره هكا مغرفه قهوه صغيره من الروم متاع الفريز يزيد يعزز لنا اللون والنكهه. اللي ما تحبوش لي روم نجمو تستغنيو عليه. ولا تو مش ناخذ الخلاط نتاعي هذايا هكا متاع الجو، مش نصب فيه ال هذه هي هكا الفلان. بسم الله فوالا حطوها يبدا هكايا يابس. مش نضيف كعيبتين الياغورت، فوالا مش نضيف الياغورت شفتوها هذاك الياغورت اللي فيه حبيبات الفريز. هذه هكا الكعيبة الثانية. مش نضيف كما قلت لكم قطره من الروم تاع الفريز. او كمان با مش نضيف الشطر الكاس من الماء. على طول نسكر عليها ونخلط المكونات الكل مع بعضها. فوالا كما تخلط الجو نتاعي هذايا هكا القوام نتاعو. بسم الله مش نصبو هكايا في القارورة. كما قلت لكم الكونتيتي هذيا تطيح لكم لتر من العصير. دونك وهذه وصفتي كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا كان جربتوها ما تنسوش بتشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كويزين باي منو، بارتاجيو الوصفه بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائده. وفي وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه.